السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله احنا النهارده 13/3 في فيديو من فيديوهات الفاصوليا، نشوف الارض اللي احنا فيها ديت كده، ناخد نظرة عامة سريعة كده عن الارض، نبص فيها وبعدين نتكلم. دي فاصوليا زراعات 12/2، احنا النهارده بنتكلم في 13/3، يعني تقريبا عمر 31 يوم. فاصوليا عمر 31 يوم، نبص كده، بص في مستويات معانا كده ضعيفة. طبعا هي بصفة عامة على عمر 31 يوم لا يعتبر ضعيفة، على عمر 31 يوم أرض رمل سفو مخدومة بسبلة على عمر 31 يوم تعتبر ضعيفة. إنما بص عندي بقى كده في آثار عندي كده، إيه هنقول دلوقتي إيه سببها. نبص كده متفاوتة من نبات لنبات، أهو من نبات لنبات، أهو في ظواهر ظهرت عندي، أهو بص كده، أهو في حاجات ظهرت عندي، اهو 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 ظاهر عايزين نظهرها، نتعلم مع بعض من اخطاء بعض، اهو اهو باين خالص معانا، اهو اهو طبعا ده الحاجات دي منتشره في الارض كلها، الظاهر اللي احنا بنظهرها ديت منتشره في الارض كلها، اهو منتشرة في الأرض كلها، منتشرة في الأرض كلها. ها دي فاصوليا عمر 31 يوم، تقريبا الأرض كلها بالوضع ده، تقريبا الأرض كلها بالوضع ده. يبقى نبص الظاهرة يعني منتشرة، بنقول منتشرة في الأرض كلها، الأرض كلها منتشر فيها الظاهرة دي، الظاهرة دي منتشرة فيها جدا. هنقول سببها ايه دلوقتي، ده مش طبيعي. يعني هو لو الحاجة اللي احنا هنذكرها دلوقتي هي سبب في ده والا ما كانتش اتوجدت معانا، ده مش طبيعي ان انا تبقى عندي بالوضع ده. ده تقريبا مستوى الارض قدام، لفينا وشفنا الارض وشفنا وضع الارض، وقلنا ان الفاصوليا ديت زراعات تقريبا 12/2، احنا النهارده بنتكلم في 13/3، يعني كسرت الشهر تقريبا 31 يوم، تزيد او تقل شويه. قلنا الارض ديت طبيعتها انها ارض سفر رمله فقيره، هو خادم هنا الخدمه بتاعته حط سبله، كميه سبله تحترم. طب نشوف الجذور بتاعتنا النهارده وضعها ايه. بص انزلي تحت كده، شايف النيماتوده ديت، شايف الوضع ده، دي نيماتوده، نيماتوده تقصف، نيماتوده تقصف باينه معايا خالص اهيت، وبرده في شك منها تعقم، انما باينه خالص معايا نيماتوده. هذا جدر، هذا جدر تاني يعني في اعفان يعني نوعا ما ضعيفه، هذا جدر تالت في اعفان برده. بص الشواشي بتاعتي كلها، الشواشي بتاعتي كلها من اسوعه فيها اعفان، وده جدر رابع، ادي مستوى الجذور بتاعتي. ففي عندي اعفان متوسطه في اغلب الجذور، وفي عندي جدر بان فيه خالص ان ايه، ان نيماتوده باينه وشديده على العمر دوت في التوقيت دوت، وهو كمان ساحب بيقول جرعه نيماتوده، لا وضع شديد خالص. طيب ايه بقى النهارده عمر 31 يوم؟ طب انا عمر 31 يوم والجو مثال السنه دي، ما جاش الشتاء اللي هو البرد اللي هو الساعه اللي هو، فعمر 31 يوم في الفاصوليا في الجو اللي فات ده زراعه 12/2، لا المفروض ان انا المجموع الخضري اعلى من كده بكتير. طيب لما جينا راجعنا معاه بقى وكلمنا معاه، لقيناه ان هو رشه حشايش اختياري بعد ما زرع مباشره على طول، وبعدين رش من اسبوع فات على عمر تقريبا 20 22 23 يوم رش دواء حشايش تاني اختياري. طب انت النهارده هل انا دواء الحشايش الاولاني انت رشيته وانت مجبر خايف من الارض خايف من الحشايش فرشيته، اللي هو منع الانبات ايا كان المسميات بتاعته رشيته. طب انت رشيته عشان خايف من طلوع الحشايش عندك بلا شك. هل دواء الحشايش تاثيره ان هو لازم يعمل له حروقه على النبات او لسع على النبات ده عشان اقول ان هو صدم، ولو ما عملش الحروقه دي تبقى ما صدمش؟ لا،
يبقى انا مبدا رش الحشائش نفسه الاختياري حتى لو ما وقعش النبات، وحتى لو هو اختياري انما بيوقف النبات فتره معينه وبيهد من النبات فتره معينه، بياخد النبات فيها بيقف فيها وبيقل كفاءته فيها، بتقل حيويته فيها، على ما ابتدي يستعيد نشاطه تاني ويبتدي يفوق من الكبوه ديت. طب انا كنت مجبر في الاولانيه ان انت حطيت اللي هو منع النبات الاولاني عشان خايف من الحشائش، طب ايه لازمه الرشه الثانيه اللي هي كانت من اسبوع فات اللي هي عمر 22 23 يوم؟ انت اصلا بعد رشه منع النبات الاولانيه انت ما بتطلعش حشائش في الارض، احنا لما رفينا في ارض شفنا ما فيش حشائش فيها نمت وطلعت. طب ايه لازمه الرشه الثانيه؟ الرشه الثانيه طبعا ما كانش لها لازمه خالص، صدمت النبات صدمه ثانيه، يبقى انا الدواء منع النبات الاولاني اثر على النبات ووقفه فتره، النبات ابتدى يساعد عفيفه ثاني ابتدى يتحرك معايا، رحت انت جاي مطبق عليه مديله كمان القضيه، مديله دواء حشائش ثاني اختياري ما كانش ليه داعي خالص، صدم النبات عندي، عمل بعض الاسواعه على الورق وحروقه على الورقه زي ما شفنا، اللي هو اللون اللي هو الحروقه الموجوده على حرف الورقه، اللون اللي هو المبيض، اللون اللي دي كلها اثار سلبيه امتداد لدواء الحشائش الاختياري الثاني اللي هو رش على العمر الكبير ده. فطبعا صدم النبات يبقى دي باين بالعين المجرده الاثر بتاعه على النبات على الورق، وكمان هو صدم النبات موقف النبات، لان انا على عمر 31 يوم ده مش طبيعي، ده مش طبيعي في الفصول يعني. ده وزاد اكتر بقى ان ياكد ان العمر ان المجموع الخضر على العمر ده مش طبيعي، وجود النيماتودا عندي بالوضع دوت بدري. طب وهو كمان ساحب سحبه النيماتودا من اسبوع او من 10 ايام، اذا دي عوامل كلها اتجمعت معايا خلت النبات واقف، خلت النبات يعني ايه مش مدي النتيجه بتاعه المجموع الخضر المرضيه على عمر 31 يوم. يبقى انا النهارده بنقول تاني ان رشه الحشائش الثانيه ما كانش لها اي داعي خالص الاختيار الثاني، لان زود صدمه النبات وقفها في وجود النيماتود عندي مع رشه الحشائش الاولانيه، لاشت اثر الجو الايجابي ان هو قلنا الجو دافي، فكان يعني في مصلحه الفاصوليا ان هو ممكن يديك يعني ضعف اكتر من كده، ضعف تقريبا في المجموع الخضر. يبقى احنا النهارده نبتدي نراجع نفسنا تاني، التكلفه اللي ملهاش لازمه اللي هي حته تامين وهي ما فيش لها داعي، حرقت لسوعت ووقفت النبات كمان عندي. طب انا بقى عشان اصعيد دوت بقى وابتدي بقى ايه اسيطر عليه تاني، خلاص ان الميثود عندي بالوباء ده لازم ادي جرعه الميثود كويسه تاني، نشوف بعد الاولانيه اللي انت سحبتها ديت ب 15 يوم لازم اكرر جرعه تاني، هقلع نبات ساعتها ونشوف الدنيا في ايه ونشوف حاجه اقوى، لان طبعا دي كارثه ان انا يتبان معايا بالوضع ده النهارده، يبقى ممكن الاقي منتشر في الارض خالص ووقف الارض فيما هو قادم، ندي جرعه اعفان كويسه، ندي جرعه مرشح جذور كويسه، ونبتدي نضخ للمجموع خضر على قد ما اقدر قبل ما يخش معايا فتره التزهير، اعوض التاخير اللي حصل ده في الرش الورقي فوق على قد ما اقدر، احافظ من العنكبوت في الجو اللي احنا فيه ده، احافظ من صدى معايا احافظ عليه، وعلى قد ما اقدر بقى استعيد بالمجموع الخضر بالرش الورقي اتعب شويه، يبقى الشغل اللي غير التقليدي ان انا اعوض التاخير اللي حصل دوت، ومش مالك ان انا اشتغل في الجدر واضخ اللي انا عايزه في الجدر عشان انا عندي صيانات هعملها نيماتود اعفان منشط، لازم اعوض بالرش الورقي واتعب واطلع من الشغل التقليدي ان انا ما برشش، لا لازم ترش، يبقى لازم نرش بقى حاجه تفوق من الجد دوت، ارش طحالب، ارش احماض امينيه، ارش متوازن، ارش كالسيوم، لازم ادي معاملات تفوق النبات بتاعي، وارش بقى للمجموع الخضري طحالب مع متوازن مع اذا كان يورا منخفضه على قد ما اقدر عشان اعوض الكبوه اللي حصلت دي. بنقول تاني ان كان رشه الحشائش الثانيه لا داعي ليها، لان ما عنديش سبب جوهري كان يجبرني عليها، لسعت ورقه عندي وحرقت ورقه عندي، وفي نفس التوقيت صدمت النبات ووقفت النبات مع المشاكل اللي جت اللي ما كانتش متوقعه ان النيماتودا تخش عليها بالوباء ده. يا رب تكون مفيد لهذا الفيديو، لو بتابعنا من فضلك اعمل لايك، لو بتابعنا من فضلك اعمل شارك، في لايك كمان مش هنقول تواصل 0 4 6 6 1 9 6